يعني انا وعيت على الحياه، يعني خلقت سنه 48، تشكل الوعي السياسي والثقافي بهذه ال67، بدات انضج بالحرب الاهليه اللبنانيه، ادخل الان في الكهوله بالحرب السوريه وتفكك المجتمعات العربيه. فانا يعني شو الحياه، يعني انه كبرنا بالعمر يعني وصرنا نحس بمعنى الهشاشه تبع الحياه، هي رحله قصيره، خاصه مع موت كثير اصدقاء، يلي كل ما بموت صديق بتحس انه شقفه منك ماتت. يعني بالاخير انت بتموت بعد ما يعني بكون مات للتربيع، بكون مات اجزاء كثيره منك. فيمكن الادب هو اكثر مطرح بيقدر الاحياء والموتى يتحاولوا فيه. 2013 حد من اصدقائي بفلسطين بتلفل لي بيقول لي سمعت عمروا قريه اسمها باب الشمس. انا فكرت عم تحكي علي عم بكذب، واذ بلش تجي الاخبار انه مجموعه من الشباب الفلسطينيين ارض حد القدس مخصصه الاسرائيليين خصصوها للاستيطان، قاموا حوالي 250 شاب وصبيه احتلوا الارض وبنوا قريه وسموها باب الشمس، وقالوا هاي باب الشمس على اسم قريه الروايه. والحقيقه انا لم اشعر انه الحياه تعطيك اكثر مما تستحق، اكثر من هذه اللحظه يلي فيها الأدب يتحول إلى واقع. إنه كل حياتنا هي للأسف سلسلة من الهزائم المتواصلة. نعم. كمجتمعات وكأفراد، لأنه هزيمة المجتمع ببلادنا اللي عم تصير بتصير هزيمة شخصية، مش قصة هزيمة سياسية. إنه نحن اليوم بلبنان هزيمتنا هي هزيمة فاتي على بيتك، فاتي على جيبتك، فاتي على أولادك، فاتي على، فبتصير هي هزيمة شخصية. فهيدا الدمج بين الخاص والعام بمسلسل الهزائم يلي عشته العرب في أول من 48، فينا نقول قبل بس أكيد من 48 بالنتيجة المباشرة فينا نقول انهزمت الثورات العربية. بس أنا بقراها كسياق، أنا رأيي الثورات العربية فتحت سياق يلي هي انه الناس كسرت كل لغة السلطة، ونحن هلأ عايشين تحت سلطات بلا لغة، ما عندها كلام، ما عندها ايديولوجيا، ما عندها كلام، ما عندها إلا آلة واحدة هي القمع. فالقمع ما بدوم. أنا رأيي أهمية الثورات العربية انه طرحت قدامنا تحدي كيف نفكر من جديد. ما راحت حياتنا سوداء، لا، حياتنا هي مجموعة محاولات يعني لنعطيها معنى.